انه لا، في شويه معلومات نظريه تعرفها وتبدا تستخدمها بقى في التطبيق، هو ده اللي يخلي الموضوع افضل يعني. فهنتكلم على التحضير الاول للبرزنتيشن المفروض يبقى ايه، وانت بتحط الفيجوال ايدز بتاعتك تاخد ايه في الاعتبار، وانت بتهندل الاودينس كويستشن عشان دي حاجه مهمه وجزء لا يتجزأ من البرزنتيشن. البرزنتيشن الناس بتبقى اللي هو خلصت البرزنتيشن مش مهم بقى فقره الاسئله دي، لا طبعا هي باكج الموضوع على بعضه، فنشوف ازاي ممكن نتعامل في الجزء ده، وازاي اسيطر على اي توتر ممكن يكون اكيد وطبيعي وبديهي عند الواحد وهو بيعمل برزنتيشن، بالذات لو هي ما عندوش خبره كافيه فيها. طيب فهنتكلم على ايه المواصفات اللي تخلي البرزنتيشن بتاعتك كويسه. ان انت يبقى عندك تنظيمك لافكارك وللي انت عايز تقوله واضح، بيبقى يستحسن عاده زي ما حصل حالا كده ان انت تدي اوتلاينز اصلا قبل ما تبدا، خلي الناس معاك كده على التراك اللي انت بتعرضه، وان انت تستخدم الفيجوال ايدز بشكل وايز زي ما هنتكلم برضو ليتر اون. يعني كل ما بنقول بقى زي ما بنقول a picture worth thousands words، عن ان انت تقعد تحط كلام كتير او تكست كتير زي ما هنوضح بعد شويه، وفي نفس الوقت ما دونت اكزاجريت في الانيميشنز والحاجات دي، لانه يعني the less the better يعني في الجزء ده. والحاجه الثانيه ان انت تبقى عارف الناس اللي انت بتكلمهم دول ايه الباك جراوند بتاعتهم. يعني انا ما ينفعش اروح اتكلم مثلا بشكل ساينتفك وايكويشنز وكذا وانا بكلم ناس في الاندستري اهمهم بس ان هم يعرفوا يعني الامباكت بتاع الشغل بتاعك ده في المجال ايه. فانا لا، ده هيبقى ساعتها انا كده ما خدتش في اعتباري الاودينس كمان. فيرسس بقى لا، انا في مؤتمر علمي لا طبيعي هتكلم بشكل ساينتفك، فيرسس بكلم مثلا حد في الجوفرمنت او كذا، فانا هنا محتاجه برضو اتكلم على ما يتعلق بقى بالسيتيزنز والافكت بتاع شغلي ده على الوطن وعلى البلد وعلى كذا وعلى الاقتصاد، فممكن تبقى هنا داخل فيها حاجات فاينانشالز وكذا. فمهم ان انت تبقى عارف الاودينس بتوعك والباك جراوند بتاعتهم، فتبقى فاهم انت ايه هدف التوك بتاعتك، دي مهمه جدا جدا. وطبعا الحاجات بقى اللي هي هنتكلم فيها برضو باستفاضه بعد كده، ان انت ازاي تتجنب يعني الحاجات اللي هي ماينور بتاثر على ديليفرنج البرزنتيشن، مهما كنت انت محضرها كويس ومهما كنت انت فاهم كويس فكره ان انت تبقى باصص طول الوقت على السكرين او التفاصيل. طيب ايه البريباريشن بقى؟ انا قبل ما ابدا اديليفر برزنتيشن او احطها في صوره سلايدز، ابدا اول حاجه هي ايه؟ زي ما كل حاجه في الدنيا بقى بنتفق مع بعض على انه اول سؤال بساله لنفسي ليه؟ فالهدف من التوك بتاعتك لازم يبقى حاضر في ذهنك انت اول حد قبل ما هتوصله ازاي للناس لو انت مش فاهمه كويس قوي، هدفي ايه من البرزنتيشن؟ وايه توقعات اللي قاعدين؟ يعني انا ممكن يبقى عندي هدف كويس جدا وجميل بس هي الناس جايه متوقعه حاجه ثانيه، يعني تايتل المؤتمر حاجه في حته ثانيه خالص. فمش صح برضو هنا، لازم اماتش الاوبجكتيف او الجول بتاع التوب بما يتناسب مع الاكسبكتيشنز. وساعات كمان لو حاجات يعني من اللي هي برزنتيشنز كاجوال شويه، بيبقى البدايه بتاعت البرزنتيشن تلاقي السبيكر بيقول لك جايين متوقعين تسمعوا ايه النهارده، صح؟ بيبقى ده برضو جزء منها ان هو عايز ياخد منك انت الاول ويبني عليه، لو هي زي ما قلت حاجه برضو ايه يعني مش فورمال او كاجوال ووارد ان هو يغير في سياق الكلام، فبيهمه قوي يعرف اكسبكتيشنز الاودينس اللي جايين دول الاول. انت بالنسبه للحاجات الساينتفك انت بتبقى مفترض عارف قبل كده، انت بتعرض للجنه بتاعت بيحكموك في مشروع تخرج، ولا بتعرض لحد من الاندستري تاني عايز تاخد منه فند، هنا يختلف عن هنا تمام. فالمهم تبقى دارس انت هتعمل البرزنتيشن فين، مكان انا معتمد 100% على انه في بروجكشن بروجيكتور قصدي، يبقى هتبقى لازم تاخد في اعتبارك انه تتاكد ان البروجيكتور موجود، وانه هيبقى لو انا مثلا عارف ان العدد كبير جدا وانا في قاعه اتاكد ان في مايك، لو انا عارف ان صوتي ممكن ما يبقاش. فالمهم ان انت تاخد في الاعتبارات الحاجات اللي ممكن لو مش ما اتوجدتش وما اتعملتش تشك عليها تبوظ مني الدنيا خالص، او اتليست احضر باك اب بلان ان انا اطبع السلايدز وابقى بوزعها على الناس. انا مش هقدر اتصرف لو لقيت البروجيكتور بايظ، فمش هعرف اقول لوحدي، يبقى على الاقل اطبع مثلا الماتيريال بتاعتك وانت جاي تمام.
بالذات لو بنتكلم في جراديويشن بروجكتس، في حاجات تكون انت عندك عدد ليميتد من الاودينس يعني، فبتاخد الاحتياطات اللازمه. بعد كده ايه الوقت؟ مهم جدا جدا ان انا ابقى عارف انا وقتي المسموح بيه، ان ده اول سؤال، غير ان انت بتسال حد بي invite you for a talk ولا او انت عموما في السياق هتدي محاضره، انا بعرضها لمين، هم ايه الباك جراوندز بتاعتهم، ايه الهدف، الوقت قد ايه، واه بقى والمكان والامكانيات الموجوده فيه وكده. لكن الوقت ده من الاسئله الاساسيه جدا عشان تتايم البرزنتيشن بتاعتك اكوردنج، وما تستهنش بالموضوع ده، لان بيبقى مش بروفيشنال خالص ان حد يقول لك ثلث ساعه وانت تقعد، ولا ربع ساعه البرزنتيشن وانت تقعد تطول، ومش مهم يعني دقيقه والدقيقه ما بتبقاش دقيقه، وبنفضل دقيقه في دقيقه في دقيقه، بيبقى مش بروفيشنال ومش لطيف، وبتلوز الانترست بتاع الاودينس بتاعك خالص، وبيبقى قاعد متوتر ان هو انت خدت اكتر من وقتك، لان في مؤتمرات علميه مثلا، وفي مناقشات مشاريع تخرج، وفي غيره من وانترفيو شركات، كل ده الوقت محسوب جدا، لان في غيرك وراك كتير هيعمله، فانت عمال تاخد من وقت اللي بعدك، وهم ما عندهمش الوقت الكافي بقى ان هم يقعدوا وقت اكسترا عن كده بكتير لو كل واحد زود، ففعلا هيجوا بقى يقولك وقف دلوقتي، طب ليه وانت ما قلتش مثلا اهم حاجات لسه عايز تقولها، فعشان كده مهم قوي اخلي بالي من الوقت. وانت بتحط بقى البرزنتيشن، من الحاجات المهمه اللي لازم لو انتوا تيم بعد ما تعملوا برزنتيشن، او حتى لو مش تيم انت خلاص انت لوحدك اللي هتعرض برزنتيشن معين، هات حد تاني تثق فيه يبص على البرزنتيشن بعد ما تخلص. ليه؟ لان هو سبحان الله الواحد لما هو اللي بيبقى كاتب الحاجه عينه ما بتلقطش الميستيكس الجراماتيكال والسبيلنج غالبا، يعني هتقراها صح يعني، هي مش صح بس انت لانك شفتها كتير وقريتها كتير، حاجه كده فيها زي خداع بصري شويه، بتبقى مش قادر تشوف الغلط ده، الا بقى لو حد قال لك ايه ده انت ازاي كاتبها دي كده. طبعا في اوتو كوركشن وكل حاجه، بس ساعات الاوتو كوركشن بتبقى مصيبه اكبر، لانه ممكن يصحح لك حاجه كلمه غلط خالص، فانت مهم تخلي حد يبقى بيبص على البرزنتيشن دي معاك من ناحيه السبيلنج والجرامر، بالذات التايتلز، لان هتلاقي الناس سايبين اللي بتقوله وسايبين كل ما هو مهم جدا، وقاعدين زعلانين على الكلمه اللي فيها سبيلنج ميستيك او جراماتيكال ايرور، طب ليه؟ فانت في ايدك ان انت تحاول تتشك الكلام ده. لو في بيكتشرز ما كانتش بريزوليوشن كويسه، والله ما ليها اي لازمه، هحط بيكتشرز انا باسمي، حطيت بيكتشر بريزوليوشن وحشه او مش في السياق ما لهاش معنى، احطها واعمل لها سكيبنج ما لهاش اي معنى، احط البيكتشر يبقى ليها هدف معين، تبقى واضحه كلير، تبقى ليها تايتل والمحاور بتاعتي عليها برضو التايتلز بتاعتهم، يعني متوصفه، لو انا جيت انت ما اتكلمتش خالص وشفنا السلايد هنقدر نستنتج، بس هيبقى نفسنا طبعا في مور اكسبلانيشن، بس هنقدر احنا نستنتج لوحدنا ايه الموضوع، انما مش هتبقى حاجه هلاميه كده بالنسبه لنا وتعتمد انه هتقول انت كل حاجه 100% في الديسكربشن، لا لازم تبقى هي السيلف اكسبلانيتوري نوعا ما، بس ديتيلز هي اللي محتاج ان انت توضحها. وطبعا السلايدز تبقى متربطه ببعض، تبقى في تناسق ما بينهم، يستحسن وفي حاجه هنا معموله غلط يعني في البرزنتيشن دي اوريدي ناقصها الحاجه الاساسيه اللي يستحسن تكون موجوده اللي هي ايه؟ في السلايدز عشان التناسق والترابط والترقيم. ترقيم مهم. ترقيم مهم ليه؟ حد يقول لي كده؟ عشان لو حد عايز يسال يقول لي في سلايد رقم كذا، مش هتقول لي السلايد اللي كانت فيها نحكي حكايات. الترقيم مهم عشان كده. عشان ساعات كمان الناس تحب ترقم اللي هو كذا اوت اوف كذا. فليه بقى؟ او كذا اوف كذا. عشان تأهل الاودينس بتاعك فاضل قد ايه وتخلص، انت نفسك تبقى محدد نفسك في اللي فاضل لك من السلايدز، فيعني بس اتليست يبقى فيه ترقيم، زي ما قلنا يبقى فيه يعني تناسق ما بين السلايدز وترتيبهم وترقيم حتى التايتلز زي ما بنعمل هنا كده. طيب قبل بقى ما تدليفر البرزنتيشن، براكتس براكتس براكتس، مش انا عملت البرزنتيشن خلاص تمام ننام بقى، ننام وان شاء الله بكره هندليفر البرزنتيشن، لا طبعا لازم تجرب انت لوحدك قدام مرايه مع نفسك اي حاجه، معنا حد تجيب حد تقعده تدليفر البرزنتيشن دي عشان تايم يور سيلف، اهم حاجه تشوف انت هتاخد وقت قد ايه، وطبعا طبعا طبعا هتاخد وقت اكتر من المطلوب في اول مره، عشان كده اللي بيجوا وقت الريسيرش دي سيلكتد تيمز اللي بيعملوا برزنتيشن وبياخدوا وقت اطول
انا ببقى عارفه ان هم ما عملوش ريهيرس، او كلنا بنبقى عارفين ان هم ما عملوش ريهيرس كويس. لو عملوا ريهيرس كانوا عرفوا ان هم بياخدوا وقت اكتر، كانوا حاولوا مره واثنين ان هم يشيلوا ايه اللي ملوش لازمه، ايه اللي نختصره. فدي بتدي انديكيشن ان انت ما عملتش ريهيرس كويس او ما عملتش براكتس كويس. فلانه مهم التايم يور سيلف وتقيم انت ادائك. من الحاجات اللطيفه جدا ممكن تبقوا اللي منكم يعني هيبقوا سيلكتد تيمز، او عموما انتوا اكيد بتيجي فرص مختلفه تعملوا فيها برزنتيشنز اتليست يعني المشروع التخرج، بس قبل كده كمان اكيد في برزنتيشنز بتضطروا تعملوها. صوروا نفسكم. يعني احنا انا خدت كورس البرزنتيشن سكيلز ده في اوف تي، كنا بنتصور والهوم ورك بتاعك مؤذي جدا ان انت تتفرج على نفسك وانت بتعمل البرزنتيشن، حاجه مؤذيه نفسيا جدا، بس ايه مضطر. وفعلا بتطلع منها بقى يعني اللي هو في كم حاجات بتحاول تافويدت بعد كده، انت كنت هتعرف منين بقى لو انت ما عملتش الاكسرسايز ده. فمعلش هي حاجه رخمه بس حاولوا تعملوها، يعني ريكومندد جدا ان انت واتش يور سيلف او بريكورد، يعني مش بس حد ينقل لك الصوره، انت نفسك تو ايفالويت يور اون بيرفورمانس، وبالتالي لما هتبراكتس اجين الدنيا هتبقى افضل. طب ده كان بالنسبه للبريباريشن وقبل واثناء البرزنتيشن. طب وانا بقى احط السلايدز بقى احط فيها ايه، اخد ايه في اعتباري كفيجوال ايدز؟ في بعض الفونتس ريكومندد بنستخدمها ليه مريحه للعين اكتر، لكن طبعا هو ما فيش حاجه تمنع. يعني الكلام ده بيزد على ايه برضو؟ حد يقول لي كل اللي احنا بنقوله ده ساينتفك ريسيرش في الاريا دي، يعني في ناس فعلا بيعملوا الريسيرش اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي في تطبيقات اللينير الجبرا ده، هم بقى بتبقى ريسيرش اباوت ايه افضل طريقه للبرزنتيشن توصل للاودينس، بتيجي عن طريق ايه غالبا؟ سيرفيز. يعني بيبقى عمل سيرفيز لاودينسز في مؤتمرات وفي مجالات مختلفه، وبيقول ده في البيبر بتاعته ان الميثودولوجي بتاعته كانت ان هو عمل سيرفي باسئله معينه وكذا وكذا، طلع منها ايه بقى الاستنباط الكونكلوجن اللي بيديه للقارئ في الساينتفك بيبر بتاعته، بيبقوا الناس دول في مجالات بقى المالتي ميديا او كده، يعني مش انجينيرنج كذا، بيطلعوا بقى بالريكومنديشنز. فالكلام ده بناء على ريسيرش، لكن هو يعني وارد قوي ما تعملش كده وتوصل برضو برزنتيشن كويسه، بس ده ريكومندد يعني. ففي بعض الفونتس مريحه للعين، قال لك الايتاليك والبولد افويدد انليس دي امفسايزنج حاجه، انا عايزه ااكد قوي على حاجه ابقى اعملها بولد او ابقى اعملها ايتاليك، لكن الايتاليك كل السلايد ايتاليك لا، انت هتلاقي الاودينس معظمهم مش مرتاحين وهم شايفين السلايد. هي حاجه بتختلف من شخص للتاني بس المعظم نفس الكلام. الاندرلاين، الاندرلاين مشكلته كمان في ايه؟ ان انا احط خط تحت الكلام ده او اخلي الكلام تحتيه خط ايه؟ بعض الليترز بتضيع يعني ما بتتشافش، فزي الجي كده زي يعني الحروف اللي هي دي ممكن ما تبقاش، بلس كمان ان هو انوينج برضه الكل لما يبقى اول كابيتال انليس ان اوف تايتل مثلا حط اول كابيتال، لكن حتى شايفين الجمله لا سخيفه، يعني الجمله اللي هي اول كابيتال دي هي عشان مكتوبه كلها بالكابيتال، فمش انت مش مرتاح 100% زي لو هي كانت سمول في قرايتها. فافويد برضو unless necessary في تايتل او في حاجه. ويستحسن جدا، وده مش ابليكابل في السلايد دي، السلايد دي فيها هذا الخطا اصلا، ان الفونت هنا مش الريكومندد، الفونت ريكومندد اللي هو برضو بناء على حسب برضو السبيس بتاعك وحسب الديستانس ما بين القاعدين وما بين الشاشه وحسب حجم الشاشه، وكل ده يعني بارامترز بتاثر على الكلام ده، بس ريكومندد ان انت تستخدم يعني فونت كبير اكيد مش صغير قوي. وبرضو من ضمن الكلام اللي بيتقال انه الاحسن لان انت تشوف ان انت تبقى الباك جراوند دارك والكلام هو اللي لايت، فمثلا باك جراوند سودا والكلام ابيض، ده ريكومندد لان انت تشوف كويس كاودينس. بس احنا ليه مش بنعمله عاده بالذات في ليكتشر نوتس وكده ليكتشرز يعني او سلايدز متعلقه بحاجات تعليميه؟ ايوه عشان البرينتنج سمبلي، يعني ان انت كده بيبقى ده بيهلك قوي في البرينتنج. فلكن لو انت بس هتعرضها وخلاص، يقال ان الدارك باك جراوند مع الوايت تكست بيبقى احسن. برضو مهم موضوع الكالرز ده، انليس انت متاكد هيظهر ازاي ما تغامرش، لانه ساعات بعض البروجيكتورز بتخلي السيتنجز بتاعتها بتخلي الكالرز ما تظهرش كما يجب خالص، فبالذات في الجرافس وفي الحاجات دي، يعني مهم برضو ان انت تتشكل الموضوع ده. لو انت عامل جراف، يعني بيجوا ناس ساعات في البرزنتيشن بتاعت الماسترز بتاعتهم
الداتا كلها عارضينها بفيجر، في اللي بالاحمر كذا، الداتا بتاعت الفوركاستنج اللي كذا، والاخضر كذا، والازرق كذا، كلهم نفس اللون، هم طالعين للي قاعد شايف بسبب ان البروجيكتور مش احسن حاجه. طب نعمل ايه ساعتها في الحاله دي؟ ايه احسن حاجه افويد اس من، وكمان ايه بقى بييجوا يطبعوا لي رساله الماجستير ويدوها لي؟ هيطبعوا، مش هيطبعوها الوان اكيد، بيطبعوها ابيض واسود، فولا في احمر ولا اخضر ولا اي حاجه. يبقى ايه احسن؟ اه يعني اعمل كروس، واحده كروس، واحده سكوير، واحده دايره، واحده، ده الاحسن. البوينتس يعني الدوتس اللي على اللاين، او اللاين ريبريزنتد بالشكل ده احسن ما استخدم كولرز يعني. فنحط في دماغنا الاعتبارات. طيب الباقي بقى بنتكلم في حاجات يمكن قلناها قبل كده، انه انا مش عشان الباوربوينت فيه شويه اوبشنز للانيميشن يبقى انا لازم استخدمهم كلهم ولازم اعمل اقصى شو ممكن في الموضوع، لا، خلينا نبقى بناخد الحاجه اللي تفيدني واللي هتطلع الحاجه بشكل كويس، بس دونت اكزاجوريت في استخدام الحاجات دي. ويعني يستحسن ان انت تبعد شويه عن الكمبيوتر حتى بتاعك عشان تؤسس السلايدز هتبان ازاي من مترين كده من اللابتوب، ممكن ده يوضح لك بقى الناس هيشوفوها ازاي على البروجكتور. تبدا بقى بعد ما تخلص وتلتزم باللي احنا قلناه ده، تقعد تسال نفسك بقى كل سلايد تمسك ايه هدف السلايد دي؟ لان هما في النهايه الناس بيبقوا بيسمعوا منك وهم باصين لها، فمهم قوي ان انت تهايلايت البيربس منها سريعا وبعدين تبدا تشرح تفاصيلها عشان تخليهم كده متابعين معاك ما يفصلوش. هل وتسال نفسك كده، هل كل الفيجرز وكل الكلام اللي انا كاتبه ده مهم؟ ما هو انا عندي بقى تايم ملتزم بيه، ففي حاجه هاجي عليها حاططها وعارف ان انا هاجي عندها واعمل كده واعديها؟ لا ما تحطهاش، بتبقى برضو بتدي انديكيشن انك حد مش بروفيشنال قوي، يعني انت عارف من قبل ما تيجي ان انت هتعدي. ففي بقى كذا طريقه استخدمها. طب ليه ما اقول احطهم في سلايد تحت بعض، بس ما تحطهمش في 3 4 سلايدز وتقعد تعملهم سكيبنج، تمام؟ بعد كده ان انت فبتسال نفسك هل هي الحاجات كلها واضحه، هل مهم ان انا ما اكترش قوي عدد الكلمات في السلايد الواحده. في حاجه بيقول لك رول كده بيسموها في البرزنتيشن سكيلز 6 في 7، اللي هي ايه؟ ما كترش عن 6 كلمات في السطر، وما كترش عن 7 سطور في السلايد. فاحنا اصلا السلايد دي مخالفه للقاعده دي اصلا، يعني السلايد دي واللي فاتت يعني. بس يعني المفروض الجنرال ان احنا نلتزم بالرول دي عشان تبقى الدنيا واضحه بالنسبه لنا. وهي دي الاسئله بقى اللي هتفضل تسالها لنفسك، هل السلايد دي ممكن تلخبط الناس؟ فيا اما اعدل التايتل يا اما اشيلها خالص لو هي مش بتضيف. هل هي هتفرق المعلومات اللي فيها لو ما اتشرحتش خالص في البرزنتيشن؟ وبعد كده هل هي زي ما قلنا بقى ليس از مور، يعني هي اسئله، هل هي بتشرح نفسها ستاند اتسلف يعني، ولا لازم انا بالضروره اشرحها؟ ده معناه ان فيها حاجه ميسنج، معناه ان انا محتاج احط حاجه كلمتين ثلاثه يوضحوا اتليست هاي ليفل الكلام عن ايه في السلايد دي، ده المطلوب. طبعا ده يعتبر تكرار شويه، ان انا استخدم الباوربوينت باحسن ما يمكن، يعني بشكل ما يبقاش فيه لا مبالغه، ولا في نفس الوقت ما اهمل تماما ان في فيتشرز ممكن تساعدني ان انا اعرض الحاجه احسن. وطبعا في ناس اصلا بيستخدموا سوفت ويرز ثانيه، يعني اتس جاست وان اوف ذا سوفت ويرز فور برزنتيشن يعني. مهم بقى الجزء ده، ازاي هاندل بقى الكويشنز بتاعت الاودينس. طيب المشكله في انه الافتراض او الحكم برضو المسبق، فاكرين المحاضره اللي فاتت لما قلنا ان انا ادي نفسي فرصه كده ما اخدش احكام مسبقه لما حد بيسالني حاجه؟ مشكلتك ان انت بتبقى متحفز ان هو اكيد بيهاجمك واكيد بيغلطك واكيد، فانت بتبقى عايز تدافع، عايز تدافع مش بالضروره يعني. خلينا اوبن انه في ناس بتتكلم او بتعلق او بتسال فعلا عايزين يعرفوا، فعلا عايزين يفهموا اكتر عن الموضوع، يعني هم عندهم باك جراوندز مختلفه شويه، فهم بس مش فاهمين قوي الحته دي، عايزين فعلا يفهموا. فنبقى بالمايند سيت دي، ان انا ابقى بس قبل ده خلينا نمشي يعني في السلايدز بالظبط. الاول حاول تتوقع الاسئله اللي هتجيلك،
ويقول لك ايه poke holes in your own presentation، معناها ايه الكلام ده؟ حاول زي ما يمكن انا هنا في المحاضره كده قلت لكم ايه، في ها هنحط الانفرس، انا عايزاكم تسالوا، هو انت هتحاول في البرزنتيشن بتاعتك ممكن deliberately تيجي مثلا تقولي قارنا مثلا الاندبندنت مثلا وات ايفر ايجنتس فيرسس الكوردينيتد ايجنتس ولقينا نتائج، وانت اصلا ما وضحتش قوي الكوردينيتد دي خدتها من النوع ده ولا من النوع ده، عشان هم يسالوك في اخر البرزنتيشن طب انت لما قلت قارنت كذا بكذا ما قلتش ليه؟ فساعات الاختصار مفيد في كده بقى، انت الناس دي هتسالك في الاخر فانت خليك مختصر وسيب لهم فرصه للاسئله، سيب الهول دي للاسئله، الحاجات اللي انت ما تقعدش تشرح كل حاجه بالتفصيل بالتفصيل، ما هم هيسالوك تمام. فده يعني ساعات ديليبريتلي تبقى قاصد ما توضحش حاجات بالتفصيل عشان ايه، تسيبها لفقره الاسئله، تبقى بتكسب اسئله انت عارفها، انت بتكسب اسئله فعلا من الاودينس انت عارف اجابتها ايه. الحاجه الثانيه ازاي بقى تهندل الاسئله او عشان تحاول تلاقي الاجابه المناسبه، انه انواع الاسئله يبقى في دماغك ان ممكن قوي السؤال ده يبقى هو بيطلب منك توضيح، ممكن يبقى بيديك تعليق بس كده، هو بس على فكره ريسنتلي في كذا، طب شكرا هناخده في الاعتبار او يعني جود تو نو يعني الانفورميشن دي، ممكن يبقى سؤال بقى لا في فعلا جدل او نقاش وعايز منك رد عليه، ممكن يبقى سؤال في الميثودولوجي اللي انت استخدمتها فانت عارف انت عملت ايه، هتقول له اللي انت عملته procedural question، وممكن يبقى general بقى بيقول لك الابلكيشن بتاعت حاجه زي كده في الحياه ممكن تبقى ايه وكذا، نقاش عام. ده من ضمن التيبس اللي هنقولها بعد شويه، ان انت اصلا ممكن بقى تروح ايه ترجع له الكره في ملعبه تاني او في ملعب الاودينس كلهم. انا في تصوري ان مثلا ممكن يبقى كذا، بس اكيد ممكن لو سمعنا من بعض من الناس اللي حاضره برده ممكن يبقى عندهم فكره اكتر عن الموضوع، فترجع تاني تبقى تشتت الـ يعني الانتباه عن ان انت بقى مش عارف المعلومه كامله او كذا. واسئله ساعات بتبقى بس على الفيوتشر ورك، طب ها هنعمل ايه بعد كده؟ مثال مثلا للاسئله اللي تضايق، خلاص يعني هاخد مثال على الحاجات الثانيه دي كلها المفروض ما تضايقكش وتتعامل معاها عادي، بس ماذا لو حد بقى فعلا سالك السؤال اللي هو مثلا ايه؟ طيب انت مش شايف ان انت بالغت قوي يعني في ان انت تقول ان انت عملت احسن حاجه في الدنيا ولا مش عارف عملت كده، فهتاخد السؤال ده ازاي؟ هو فعلا يعني الطريقه والكلام في هجوم وفي تحفز، فانت بس انت محتاج تتعامل معاه ازاي زي ما هتتعامل مع معظم الاسئله. يعني اول حاجه هتريفريز السؤال، من ضمن الحاجات الاساسيه في الاسئله انك تعيده اصلا قبل الريفريز كمان، انك تعيد السؤال. تعيد السؤال ليه يا ترى؟ بنعيد السؤال ليه؟ انا ممكن اكون ما سمعتوش صح فانا بتاكد ان انا سمعته صح، ممكن ناس تانية قاعدين ما يبقوش سمعوا فانا بعيد لهم السؤال، بالذات لو في سيت اب انا اللي معايا المايك واللي بيسال هنا بيبقى اللي ورا مش سامع هو قال ايه، وانا لو بدات اجاوب على طول هو ما استفادش، اللي ورا ده ما استفادش بحاجه، هو مش فاهم ايه السؤال عشان انا يفهم اللي انا بقوله. فمهم ان انا اعيد السؤال تاني. هنا بقى انا مش بس هعيده، انا هعيده بان انا اعمله ريف، هزوق السؤال كده. انت اكيد بس تقصد انه اذا كنت مثلا عملت ستريس كده او امفسز على الجزء ده زياده شويه ممكن، فوكذا، وتبدا بعدها تقول انه بعد كده بقى هتاسيوم ان هو بناء، يعني نقد بناء جاي لك، فهتقول له هو فعلا سؤال مهم جدا جدا، لانه ممكن الواحد فعلا من غير ما يقصد يبدا يبقى بي 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 مثلا بيبالغ في وصف حاجه معينه، وبعدين تقول ايه هتاكسبت الفاليديتي بتاعت الكويستشن دي، فدي جود بوينت فعلا من اللي سال، او نقطه كويسه جدا، لانه زي ما قلت انت سهل ان انت تقع في المشكله دي، بس زي بس اللي انا عملته انه الموضوع ده كان اساسي فيه جدا هو ان احنا ناخد في الاعتبار كذا كذا، فانت بتقول اللي انت عملته تاني، مش بتقول انا كنت غلطان انت عندك حق، او ولا برضه في نفس الوقت بتهاجمه انت ازاي بتقول لي كده لا ده انا عامل كذا، بتقولها بطريقه شيك جدا، انت بتقول لي انا ممكن ابقى بلغت في كذا، لكن فهي فعلا نقطه مهمه جدا، لان ممكن الواحد من غير ما ياخد باله اوفر ستيت حاجه معينه، لكن احنا في اعتبارنا هنا كانت ده كان نقطه فيصليه في التجربه بتاعتي، فانا عشان كده كان اخدتها بالشكل الفلاني وهكذا، بتعيد اللي انت قلته تاني في البرزنتيشن، مش بتغير حاجه، unless ان انت فعلا راجعت نفسك ولاقي ان انت في مشكله عندك عادي you have to admit it تمام، بس انا بتكلم ان كيس ان ده حد هو الغلطان في طريقه السؤال.
بعد كده بتعمل ايه؟ بتري اسس بقى البيزك بوينت بتاعتك انه هاويفر تبدا بقى هنا زي ما قلت الادميشن بقى بتاع انه ممكن قوي الاناليسيس بتاعي يبقى كان لو ضفنا له حاجه تانية يبقى الدنيا افضل. فتبدا وتسجست بقى فيوتشر ريسيرش دايركشنز انه ممكن بعد كده ناخد في الاعتبار كذا وكذا وكذا. ف عشان بقى اوصل انا لان انا الاقي اللوجيك المناسب لاجابات الاسئله، احسن حاجه ان انت تحاول تاخد شويه وقت قبل ما تجاوب. ناخدهم ازاي يا طرف؟ هو انا حالا هقفله يا طلاب، انا قدامي اقل من دقيقتين. طيب براحتك خالص، ماشي اتفضل اتفضل. فهتعمل ايه؟ يعني حد كده يقول افكار، مش عارفه اذا كانت مكتوبه في السلايدز ولا لا. يعني انا عايز اخد شويه وقت كده افكر هجاوب على السؤال ده ازاي. بالظبط، هو ده احد يعني فوائد ان انت تعيد السؤال، مش بس بقى عشان تتاكد منه ولا عشان الناس تسمع، كمان عشان تاخد وقتك في التفكير. بس ايه تاني ممكن اقول؟ هل بس انا هقول يعني قبل ما اجاوب وهقول حد عنده سؤال تاني ممكن، لو انا مثلا عايز اقول ايه، طب انا هاخد مجموعه اسئله مع بعض واجاوب عليهم مره واحده مثلا. بس هي المشكله ان انت لازم تركز في السؤال الثاني، انت عندك مشكله هنا، انت مش قادر برضو تركز في اجابه السؤال. ممكن اقول ايه؟ ماشي، ممكن اطلب منه يعيد السؤال واقعد بقى انا عندي مشكله في سمعي. ايه تاني؟ طيب ايوه، يعني طول ما احنا مش في رمضان بس كل سنه وانتم طيبين طبعا، بس ممكن قوي ان كتير بيعملوا كده على فكره، معاك ميه ويقعد يشرب ميه وهو بيفكر في الاجابه. اقول سؤال اول، فانا حابب اخليه عشان ما يبقاش. يا سلام، ده قمه الدبلوماسيه، بيقول لي انا ممكن اقول له السؤال ده كويس، احنا ممكن نخليه بقى في الاخر عشان اجاوبه باستفاضه اكتر. هاجي بصراحه هاجي. ففي فعلا يعني، والحاجات دي مش هتعرف تعملها اون ذا سبوت انليس ان انت متدرب عليها قبل كده في دماغك على الاقل، زي ما احنا بنتكلم كده. فاهو زي ما قلنا بنعيد السؤال، بتحاول، مهم ان انت بقى نفسك تبقى كده صادق مع نفسك في ان اللي انت بتجاوبه ده هو السؤال اللي اتسال، عشان الحركات دي احنا بنبقى عارفينها، ان انت انا بسالكوا سؤال وانتوا تجاوبوا حاجه ثانيه خالص، اللي هو ايه، لغوش لغوش، احنا مش عارفين السؤال فهنجاوب حاجه ثانيه. ده بيحصل في الامتحانات اصلا نفسها، فلا يعني نحاول نبقى كده في صدق مع النفس شويه ونجاوب. ولو مش عارفين الاجابه، هو في مشكله في ان انا اقول مش عارف؟ على فكره والله الجمله دي بتكبر قوي السبيكر في نظر الاودينس بتوعه او الجادجز بتوعه. لو انت اصلا انت اكيد ملم باللي انت عملته، لو حاجه بره اطار اللي انت اشتغلته وارد قوي تبقى مش عارفها، تبقى لسه ما خدتش، شكرا، تبقى محتاج ان انت تجربها، محتاج تاكسبلور الموضوع اكتر، تانفستيجيت اكتر في الموضوع. فهي دي الاجابات اللي بتتقال. لا الحقيقه يمكن السكوب بتاعنا ما سمحش ان احنا ندخل في الجزئيه دي، فاحنا لا اكيد هيبقى مهم ان احنا ناخدها في الاعتبار بعد كده. موضوع بسيط، يعني مش لازم ابدا ان انا ابقى عارف كل حاجه وبجاوب كل حاجه. اخر حاجه ان احنا، يمكن انا دي قلتها في الاول، مهم جدا جدا ان انا اتعامل مع فتره الاسئله دي ان هي مكمله للبرزنتيشن، افضل بكل طاقتي بكل الناس بتوصل ساعات في مشروع التخرج لدرجه ان هم بيدوا ظهرهم ويقعدوا يبصوا في الموبايل. لا يا جماعه والله احنا لسه في البرزنتيشن، لا ركزوا مع اللي بيسالك وتجاوب عليه، ما خلصتش الموضوع وخلص، لان ده عليه جزء من الفاليديشن. تمام؟ فريمين ان تشارج، و يعني تحاول تبقى بتجاوب بشكل فورمال قدر الامكان. احنا حتى لما الناس بتسالني في الايفنت بتاع الريسيرش دي، ده الدريسنج يعني او الكود، دريس كود قصدي، بيبقى عامل ازاي، فبنقول يستحسن يبقى فورمال. ليه؟ عشان تو اكت فورمال، يعني هو برضو من الافكار اللي يعني المفروض ان هي انك لما تلبس فورمال هتاكت فورمال برضو، او تتكلم فورمال. بس هي برضو احنا في النهايه يعني مش الزامي ابدا، هو ممكن يبقى سيمي فورمال يعني لو حتى الدنيا حر وكده ما فيش مشكله. ناس طيب ايه تاني؟ حاول تستغل الفرصه دي بتاعت الاسئله ان انت تحسن من الاداء بتاعك والديليفربل للبرزنتيشن بتاعك، لان ممكن قوي تبقى انت اتلقلقت واتلخبطت ونسيت حاجه في البرزنتيشن والدنيا ما كانتش تمام. استغل بقى جدا فرصه الاسئله دي، فرصه ذهبيه ليك تعوض اللي حصل ده كله. لو انت فعلا يعني عملت شغل واجتهدت، لا خلي بقى السؤال لما يجي تبقى حريص انك تجاوب عليه وتوضح قد ايه انت اشتغلت وقد ايه فاهم اللي انت عملته
فخدها فرصه يعني. اخر حاجه خالص، ازاي هاندل بقى التوتر اللي بيبقى عندي؟ انك اول حاجه تتقبل وتبقى عارف ان ده طبيعي، طبيعي جدا جدا جدا. الناس الببليك سبيكرز اللي بيطلعوا كل يوم يتكلموا بيبقى عندهم توتر لما بيطلعوا يتكلموا في كل مره، فده حاجه طبيعيه جدا. فما بال بقى لو انت لسه الاكسبيرينس عندك مش كتير وكل اللي قاعدين فاهمين ده ومدركين ده، سواء لو في دكاتره او معيدين او حد بيقيمك فاهمين كويس، او في الاندستري اوكي فاهمين كويس قوي ان انت لسه، لان هم كانوا في مكانك في يوم من الايام وعارفين ان انت يعني اول برزنتيشن عملتها في حياتي في مشروع التخرج. يعني انتوا ما كانش عندنا يمكن مشاريع قبل كده ما صدفتش، والمدارس ما كانتش بتتيح قوي وقتها وبالذات كان بره مصر، فيعني الدنيا ايه كلنا فاهمين ان انت ممكن ما يبقاش عندك اكسبيرينس كافيه، فوارد قوي لا لا تتلخبط تنسى عادي، ده حاجه نتصالح تماما كده معاها. وزمايلك فاهمين اكتر من كده برضه، يعني المفروض ان انتوا بينكم وبين بعض تبقوا اكتر من مننا فاهمين ومقدرين وما بتحكموش على بعض يعني، تمام؟ وحاول تستغل ده لصالحك، التوتر ده تستغله لصالحك في ان انت توصل البرزنتيشن بافضل شكل ممكن من غير ما تقول ان انا متوتر او ان انا ستريسد او ان انا غلطت او ان انا مش حلوه. يعني هي احيانا حسب السيت اب، يعني انت لو بتتكلم مثلا ان انت كل يوم زي كده احنا في المحاضرات لا عادي، هو احيانا بيبقى مطلوب ان انت تؤدمت ان انت اتلخبطت ان انت نسيت في حاجه، بس لما عندك وان برزنتيشن شوت كده في الجراديويشن بروجكت مش صح تقعد تقول كل شويه لا 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 انا اتلخبطت لا انا مش حلو، ما تديش سيجنال حلو يعني. انليس ان عندك لونج ريليشن شيب مع الاودينس بتاعك ورايح جاي واه ممكن هنا تتكلم براحتك، لكن لا لو انت فورمال برزنتيشن في وقت محدود يبقى محتاج تبقى ما تعبرش قوي عن التوتر اللي عندك ده قد ما ان انت تحاول تتغلب عليه. بانك اهم حاجه هتخليك اصلا تتغلب على التوتر ايه؟ براكتسنج وريهيرسنج. لو عامل ريهيرس كتير عارفين هي ايه اصلها بتبقى ايه؟ انت لو عامل ريهيرس كتير بتحول الكلام اللي هتقوله وطريقه العرض اللي هتعرضها للسبكونشس، يعني انت كل ما بتعيد الحاجه بتروح في السبكونشس، راحت في العقل اللاواعي بقيت انت سايب سبيس بقى للعقل الواعي لان هو يركز بس في الحاجات الاساسيه، لكن خلاص اللي بيحصل بعد كده من كلام ومن كذا هو متبرمج، انت متبرمج عليه مش محتاج تديله اتنشن، فهيقلل جدا من توترك انك السبكونشس هو اللي شغال، تمام؟ وان انت تبقى عارف الناس هيجوا ايه، يعني زي ما قلنا دي بقى حاجه ريليتد لاول حاجه خالص، قد ايه بتقلل من توترك انك فاهم السيت اب بتاع المكان، مش فجاه بتتفاجئ ايه ده انا قالوا لي في مكتب الدكتور مهدينا مدرج وفي الطلبه كلهم، فتبدا هنا تتوتر جدا بقى. لا اسال من قبل كده وحاول تعرف السيت اب من قبل كده، ده هيخليك اهدى وجنبك الميه وبراكتس براكتس براكتس. نرجع للمحاضره، حد عنده اسئله؟ ما هو مش جاب في الحاجه اللي هي فيري اسينشال انها تبقى اتشرحت، لا يعني اقصد ايه ما سيبش مثلا اكسبيرمنت عملتها ما اقولهاش، انا هقول ان انا عملتها بس مش هشرحها بالتفصيل. فانت هنا خدت درجات ان انت عامل كلهم بقى مش عايزين يعرفوا تفاصيل that's up to them يعني، انما هم عارفين ان في تفاصيل قد كده. هو انت ازاي هتكون مثلا عملت النتائج وحطيت الجدول واديت هايلايتس عنه كده سريعه من غير ما يكون في طبعا في الباك اند شغل قد كده بس، فانت لكن ما تقولش بقى الشغل كله بحذافيره عشان هم تسيب فرصه للاسئله، تمام؟ طيب باك للمحاضره.